السلام عليكم. العمل الجديد ديالي بطل الباترون، يعني كما كيسمع المشاهد او المستمع انه العنوان هو بطريقه يعني شعبيه. الكليب فيه واحد مجموعه ديال الاشياء اللي فيها الفكاهه، اكيد ان شاء الله غتتعرفوا عليها اكثر واكثر لما تشاهدوا الكليب. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا العمل هذا، وكنحماق عليكم حبكم وتشجيعكم وتاج على راسي ان شاء الله. رسالتي هو يا ربي الله يرحم هذوك ضحايا ديال حادثة سير، لأنه كيف ما قلت يكونوا خواتاتنا، يقدروا يكونوا أحبابنا، يقدروا يكونوا عائلتنا، يقدروا يكونوا بناتنا، فما يمكن غير أنه نتمنى لهم الرحمة والمغفرة والتواب، والله يرحم الله يرحمهم. وكنظن يا ربي هذه المناسبة باش أنه باش نتجمعوا ونوضحوا بزاف ديال الأشياء بخصوص هذه الحادثة هذه. اللي يمكن نقولوا أنه أنا كنعزي العائلة ديالهم. ليس بالشيء السهل هو أنك تفقد إنسان عزيز عليك، ولكن هذه مشيئة الله وقدره، الله يرحمه. أكيد هذا النوعية ديال الأعمال اللي كتكلم على الطفولة هي شيء جميل جدا، وإن شاء الله كنفكر أنه نوجد إن شاء الله عمل على الطفولة المستقبل إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله.